بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مرة أخرى في دورة كيفية تصميم مواقع الإنترنت باستخدام برنامج الووردبريس. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. إن شاء الله الحين راح نكمل المشوار اللي بديناه. بعد ما أنت تدخل وتضيف البوست، راح تشوف وتلاحظ أن في مجموعة عندنا من البوست أو المدونات مقسمة على حسب الكاتيجوري أو القسم اللي أنت صنفتهم فيه. فعندنا الأخبار في صفحة بنفسها، فأنا هاي راح أفتح لكم صفحة جديدة للأخبار، وراح أخذ الرابط اللي موجود في الأعلى، فهو الكاتيجوري 4 للأخبار. في عندنا رابط الفيديو مثلا، خلينا نشوف الفيديو، هو كاتيجوري 3. فالآن أنا لما أروح على الموقع وأروح على الداشبورد، في عندي شيء اسمه appearance. الappearance هو شكل الموقع. أنا لما أضغط على ثيم راح أحصل ثيم موجود في نظام الووردبريس، وهو ثيم جاهز مستخدمينه ينزل مع الووردبريس تلقائيا. خلينا نشوف الثيمز الموجودة. هذا هو عفوا هذا هو الثيم اللي الحين احنا نستخدمه، اسمه 2011، هو الكرنت ثيم. في ثيم ثاني موجود اسمه 2010، وهو ثيم قديم احنا ما راح نستخدمه ولا راح نتطرق له، احنا كل شغلنا على ال 2011. انا ادري انتم متشوقين الان في تغيير شكل الموقع وتبديل شكل الموقع بحيث ان تعملون الشكل اللي يعجبكم. الآن راح أدلكم على بعض الأشياء في الـ Install Themes. لما أضغط على Install Themes راح ألقى مجموعة كبيرة من الثيمز، وأختار الشكل أبي مثلا بلون أسود، بلاك، لا ما أبي بلاك، خلنا نختار البيربل، حلو البنفسجي، وعطنا الجرين، خلنا نشوف الأخضر والأورنج، خلنا نشوف هاي الثلاث ألوان، البرتقالي والأخضر والبيربل. سيرج، اعمل لي بحث على هالألوان الثيمز اللي فيها هالألوان. فأنا هنا راح ألقى مجموعة من الثيمز اللي فيها الألوان اللي أنا ذكرتها، اللي هي الأخضر والبرتقالي والبنفسجي. فممكن أختار لي ثيم يعجبني وأقول أوكي طيب أنا راح أستخدم هالثيم في موقعي. يعني في ثيمز جاهزة ناس غيري مسوينها ومبرمجينها وشغالين عليها. نفترض على سبيل المثال أن أنا هالثيم عجبني، اقدر اضغط على بريفيو عشان اشوف شكله، شكل الثيم شلون راح يكون. هذا البريفيو راح يكون في شكل حلو، اللون الخلفي وهالمقالات، طيب ممتاز. يلا خلينا نجرب نعمل انستول. يقول لي الان داونلودينج، قاعد ينزل لي الثيم في كمبيوتري، وراح ينزل. اوكي نزل الثيم، نعمل له اكتيفيت. طيب عملت اكتيفيت للثيم. الان راح افتح موقع محمد الجفيري واشوف الشكل الخاص بموقعي الجديد. واو حلو روعة، هذا بالضبط اللي انا ابحث عنه. بحثت عن الثيم والشكل المناسب لي وحطيت موقعي بهالشكل. اضغط على مثلا الدرس الاول، راح يرويني الدرس الاول وبالفيديو اللي فيه. عندي الكاتيجوريز هنا، عندي الريسنت بوست، ولكن لاحظت ان البيجز مش موجودين، البيجز مش موجودين في هالثيم. الحين شلون ادخل البيجز في هالثيم؟ انا انصحكم طبعا لان هي تحتاج برمجة، فانا راح ارجع يعني اقول لكم بالضبط ايش نعمل. نروح على الثيمز، نروح على الاديتور ثيمز، سوري تروحون على appearance، تروحون على الاديتور
وهنا تلقون البرمجة الخاصة في الثيم مالكم اللي انتم تستخدمونه، طبعا اسم الثيم وشنو الملفات اللي موجودة فيه، الهيدر، الفوتر، وهاي الشغلات البرمجية انا ما راح اتطرق لها في هالدورة نهائيا ولا راح اتدخل فيها. ولكن اللي احب اقوله لكم ان المبرمج اللي برمج هاي الثيم وكتب الكود اللي رويتكم اياه الان ما حط فيه اي شيء في البيجز، معناته ان البيجز اللينكات هاي اللي في صفحاتي اللي موجودة عندي في الموقع ما راح تظهر، فلذلك انا راح استغني عن الثيم هذا بثيم ثاني، راح ادور لي على ثيم ثاني. مثلا خلينا ندور هالمرة اللون احمر، سيرش، واختار لي ثيم مختلف نهائيا فيه الخدمات اللي انا احتاجها. خلينا نقول نجرب انستول ناو حق هذا الثيم، شكله حلو. انت بهالطريقة بدون اي تعب بدون اي جهد انت الحين صار عندك موقع على الجهاز وتقدر ترفع على الانترنت. راح اعلمكم الطريقة بعدين ان شاء الله في فيديوهات متقدمة شلون ترفع الفيديو. مجرد انك انت بدون ما تبرمج بدون اي شيء بدون اي تعب تضغط على انستول ثيمز، تنزل لك الثيم اللي انت تحبه وتعمل له انستول واكتيفيت. طبعا انا احذركم من بعض الثيمز انه يكون فيها فيروسات، ف ما راح اتطرق لها الموضوع الان، راح اتكلم فيه بعدين. بس خلنا نشوف شنو الثيمز الموجودة. لقيت صفحاتي حلوة، بس لاحظوا ان خدمة صفحاتي الفرعية ايضا مش موجودة هنا. في بعض الثيمز اللي برمجوها بعض المبرمجين فيها اخطاء، انا ما يهمني، يهمني ان الشكل يكون عاجبني وحلو وراح استخدمه. انا راح ارجع الان الى 2011، راح اعمل له اكتيفيت عشان اكمل شرح دورتي واتكلم في الاشياء اللي موجودة في الموقع. الان انا لما افعل اعمل له اكتيفيت راح يرجع موقعي نفس ما كان. الموقع اي موقع في العالم مقسم الى اقسام. في عندي شيء اسمه الهيدر، يعني خلينا نقول الراس، هيد وفوت، هيد اللي هو الراس، الفوت اللي هي الرجل، الهيدر والفوتر، هذا هو الفوتر. وعندي الجوانب اللي هي يسمونها هني مسمينها الويدجتس، الويدجتس هاي كل واحدة منهم اسمها ويدجت، يعني هاي this is a widget وهاي ويدجت وهاي ويدجت وهاي ويدجت وكل واحدة هي عبارة عن ويدجت خاص فيها. الآن راح أغير شوي في شكل الموقع. خلينا نقول هالصورة في البداية أنا مش عجبتني، فخلينا نشوف الصور الموجودة في الثيم. أروح على موقع محمد الجفير، أروح على ثيمز، وأروح هني على الثيم أوبشنز. فلقيت ثيم اوبشنز، اقدر ابدل اللون، مثلا اخلي اللون اسود، سيف. خلينا نشوف شنو صار في الموقع، تبدل لونه للون الاسود وصار الترلينكات برتقالية. نرجع للون الابيض، سيف. خلينا نشوف مرة ثانية الموقع، ارجع للون الابيض. طيب اقدر ابدل اللون الازرق، ممكن اخليه مثلا احمر، نجرب، سيف. عفوا، اللون الاحمر حلو، راح اترك اللون الاحمر. طيب نرجع ايضا على الثيم نشوف الشكل، هل ابي الوجت على اليمين ولا على اليسار؟ خلينا نجرب على اليسار، نشوف الحين الموقع. اوكي فعلا تبدلوا من اليمين الى اليسار، وفعلا بالنسبة لي احلى لاني انا اشوف مرتب اكثر، صار كل واحد وكيفه. ايضا راح ارجع على الثيمز واشوف ايضا في الهيدر. الحين انا بشوف الهيدر، هاي الصورة مش عجبتني، انا اقدر اختار صورة من الصور الموجودة اثبتها. اذا اخترت اللي فوق راندوم كل مرة يختار لي صورة غير، او اني اختار الصورة اللي ابيها، مثلا هالصورة خلاص اقول له سيف، دائما هالصورة بتكون في موقعي. شوفوا لو لو رحت على اي صفحة خلاص ما راح تتبدل لانها كانت مزعجة، فالان ما راح تتبدل نهائيا، راح تتم وتظل نفس ما هي. ممتاز، نرجع على الثيمز.
اروح على الهيدر. لو انا بدي احط صورة من عندي من جهازي، انا ممكن اختار اي صورة احتاجها، مثلا خلينا نقول مثلا هالصورة ابلود، فيقول لي اختار الجزء اللي تبيه، انا بختار هالجزء مثلا. اوكي تمام، اخترته، احطه لي في الموقع، ممتاز. فالان حطيت هالصورة وراح اتركها موجودة. خلينا نشوف الموقع شلون صار. طيب هاي موقعي صار، اقدر ابدل الصورة اللي فوق، احط اي صورة ابيها. كل واحد ويختار الصورة اللي تعجبه. ممكن تبحث في جوجل عن صور حلوة وتحطها وترتب موقعك بالشكل اللي انت تحتاجه. ايضا لما اروح على الهيدر، ممكن اروح على الباك جراوند، ابدل شكل الخلفية، اما اني احط صورة او اختار لون. مثلا اقول اللون هذا شوي سيء، خلني اختار الوردي. طيب هاي حلو. نشوف الموقع الان. طيب انا اخترت هاللون، ما عندي مشكلة. اروح مرة ثانية على الهيدر، اروح على الباك جراوند او على، اوكي الحين بروح على الويدجتس. طيب الان راح اشرح لكم شوي في موضوع الويدجتس. الويدجتس هي عبارة عن قطع، انا اقدر اركب القطع اللي ابيها في شكل الموقع. على سبيل المثال الان لو اروح للموقع، اشوف الموقع فيه عدة قطع في هالجهة، في عندي شيء اسمه ريسنت بوست وفي عندي سيرش. خلونا نجرب الحين، نروح على الويدجتس. فعلا لقيت انا عندي سيرش وريسنت بوست. لو اخذت ريسنت بوست سحبتها وديتها فوق وخليت سيرش تحت، خلينا نشوف الموقع الحين شلون صار. فعلا صار عندي القطعة الأولى اللي هي recent posts والقطعة الثانية اللي هي search. في الفيديو الجاي راح أتكلم إن شاء الله عن الويدجتس وأخلي شرح مفصل عن الويدجتس، بحيث إنه يكون فيديو كامل بس عن الويدجتس وكيفية التحكم في الويدجتس وشلون أقدر أرتبها على كيفي. أشكر لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لي، وأتمنى أيضا مثل كل مرة أن تعملون فولو شير للفيديو وتسجلون في المنتدى وتشاركون إذا عندكم أي أسئلة. وأيضا أتمنى أنكم تنشرون لنا الموقع وتساعدونا في إحضار المزيد من الطلاب عشان يتعلمون ويحصلون على دروس مجانية في جميع المجالات. موقع وقف أونلاين.